الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره على نعمه وغزير فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في تفسير كرام رب العزة والجلال في تفسير آيات سورة يونس عليه السلام. وبإذن الله جل وعلا نتناول فيه عدداً من الآيات التي ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة، فلعلنا نستمع لهذه الآيات ثم نتكلم عن تفسيرها بإذن الله جل وعلا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. عندنا ثلاث قضايا عقدية مهمة، أولها ما يتعلق بإثبات ربوبية الله وألوهيته، وأنه المستحق للعبادة
سبحانه وتعالى. وهذه القضية هي التي بعث بها أنبياء الله، وهي التي أنزلت بها الكتب، وهي التي من أجلها خلق الخلق. وأما القضية الثانية فهي صحة الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه مرسل من عند الله الذي يجب على الخلق أن يعبدوه، فيصدق هذا النبي ويطيعوه ويستجيبون له. وأما القضية الثالثة فهذا الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا شفاء وهدى وبيان للخير، ومن أسباب سعادة العبد في دنياه وأخراه. فهذه قضايا ثلاث عظيمة عليها مرتكز ارتباط الإنسان بدينه، فما كان من هؤلاء المشركين إلا أن ترددوا في القضايا الثلاث. أما القضية الأولى فهي هذا الكتاب، وهذا الكتاب لما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاه عليهم بما فيه من البلاغة العالية والأسلوب المقنع والدلائل والبراهين التي لا مرية فيها، إلا أنهم بدأوا يتعنتون ويقولون بدل هذا القرآن وأعطنا غيره وأتنا بقرآن غير هذا القرآن، لما وما هي الدواعي لمثل هذا الطلب؟ هل عندكم ملحوظة عليه؟ هل هو مما يتنافى مع ما تدل عليه العقول وما تسلم له النفوس؟ كل هذا ليس بصحيح، فكيف يطالبون بقرآن غير هذا القرآن وهو عظيم السبك مشتمل على أعلى درجات الهدى؟ ولذا قال تعالى: وإذا تتلى عليهم، أي تقرأ عليهم آياتنا، أي آيات القرآن، بينات أي واضحات، بمعان مفهومة وأسلوب مقنع ودليل واضح، فما كان من هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة إلا أن قالوا أعطنا قرآنا آخر. قال: الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يؤمنون بالآخرة، ائت بقرآن غير هذا، أي أعطنا قرآنا غير هذا. لما وما الفائدة؟ لا فائدة من ذلك ولا ثمرة بهذا. قرآن معجز فيه من أساليب الإقناع وتحريك العواطف، وفيه من الدلائل والبراهين، وفيه إعجاز حيث عجزتم أن تأتوا بمثله، وبالتالي كيف تطالبون بتبديله بدون فائدة ولا ثمرة؟ وحينئذ كان الجواب أن يقال لهم، أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الأمر ليس إلي، أنا مجرد رسول أبلغكم شرع الله وآمركم بما يرضي رب العزة والجلال. ولذا قال الله له: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فهذا كلام رب العالمين، ومن ثم وأعلى وأجل من أن تطلبوا مني أن أقوم بتغييره. وظيفتي هي اتباع الوحي ونذارة الخلق. ولذا قال: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فأنا لا أتجاوز الشريعة بأي شيء منها. وقد يكون المعنى في الحكم لا في اللفظ،
بحيث يقولون هذه الأحكام التي نزلت في القرآن لا تناسبنا، ونحن نرغب بأحكام توافق أهواءنا، فغير حكم الشريعة بما يكون متوافقا معنا، سواء ظنه محققا للمصلحة بظنهم الفاسد أو كان ذلك لغرض من الأغراض. وحينئذ كان الجواب أن حكم الله واجب الاتباع، فهو وحي من عنده، وبالتالي لا يحق لمبلغ الشريعة سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو أفراد هذه الأمة من علمائها ودعاتها وأفرادها إلا أن يبلغوا. وأما تبديل الأحكام فهو إلى الله جل وعلا. ولذا قال إني أخاف، أي أخشى على نفسي، إن عصيت ربي بتبديل شيء من أحكامه عذاب يوم عظيم، وهو يوم القيامة. ولذا يحذر الإنسان من تبديل الأحكام الشرعية أو السعي في إزالتها وإلغائها. ولذا قال تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المشركين، فيقول هذا الوحي منه من الله علي، ليس لي فيه إلا إبلاغه لكم. ولذا قد لم أكن مفتريا له ولم أنشئه من عندي نفسي، وإنما هو كلام رب العزة والجلال. ولذا قال قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، يعني أن الله عز وجل قادر على ألا يجعل هذا النبي رسولا، وألا يرسل إليه الملائكة بهذا الكتاب. ولو شاء الله ما أدراكم بهذا الكتاب ولم تعلموا به، ولكن الله أراد أن يبين لكم الحق وأن يوضح لكم الهدى بإنزال هذا الكتاب. ويدلكم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في قومه 40 سنة لا يقرأ ولا يكتب ولا يتعلم ما في الكتب السابقة، وخلال تلك المدة كان محلاً للصدق والثقة، يضرب أروع الأمثلة في ذلك، وأنتم تعرفون منه هذا. وحينئذ كيف تتهمون هذا النبي بافتراء هذا الكتاب، وكيف تطلبون منه أن يأتي بكتاب آخر غير هذا الكتاب، وأنتم تعلمون أنه صادق لم يكن يكذب عليكم، فكيف يكذب على الله جل وعلا؟ ثم قال فلا تعقلون، أي ليس عندكم عقول تجعلكم تعرفون منزلة هذا الكتاب وعظم شأنه، وتعرفون صدق هذا النبي وصحة الرسالة التي جاء بها. وحينئذ لو كان كاذبا على الله فإن الله عز وجل لن يمهله وسيعاقبه، ولكن في نصر الله له وتأييده له دليل على صدق هذا النبي. ولذا قال فمن أظلم، أي لا يوجد أحد وصل إلى درجات الظلم الشنيعة أعظم من ذلك الذي يكذب على الله، سواء بأن ينسب إلى الله كتاباً أو قرآناً لا يصح أن ينسب إليه، أو بأن يدعي أنه رسول من عند الله كذباً وزوراً، أو أن يدعو العباد إلى
أن يعبدوه من دون الله، ولذا قال: فمن أظلم، أي لا يوجد أحد أشد ظلما ممن افترى، أي كذب كذبا متواصلا، وافترى يعني أوجد شيئا جديدا من الكذب، أو كذب بآياته، أي لم يصدق بما في آيات القرآن ودلائله وبراهينه. ثم هؤلاء مجرمون، كيف افتروا على الله كذبا وكذبوا بآياته؟ فإنهم قد تجاوزوا حدود الأدب مع الله، وبالتالي كانوا مجرمين. ومن كان مجرما لا يمكن أن يفلت من العذاب، ولذا قال: إنه لا يفلح المجرمون. ثم ذكر القضية الثالثة، وهي مسألة إفراد الله بالعبادة، وهي واجب على كل إنسان، لا يجوز له أن يصرف شيئا من العبادات لغير الله. وقد ذكر الله حال المشركين فقال: ويعبدون، أي يستمرون في الخضوع والذل لمعبوداتهم من دون الله جل وعلا، مع أن هذه المعبودات لا تنفع ولا تضر، فهي لا تنفعهم ولا يتمكنون بها من نفع غيرهم، وكذلك لا تضرهم ولا يمكنها أن تضر من أرادوا له الضرر والسوء والشر، وبالتالي فكيف يعبدونها؟ وهم في الغالب صنعوها أو اشتروها، وبالتالي هي صنعهم وليسوا هم صنعها. وقال قائلهم: نحن نعلم أن الله هو المدبر للكون، ولكن لعظم مكانة الله لا نخاطبه مباشرة، وإنما نخاطب هذه المعبودات لتخاطب الله لنا. فهذه المعبودات من الأحجار والأشجار يقولون هي التي تتوسط وتشفع لنا عند الله، وهكذا يأتون إلى القبور والمقبورين ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فرد الله عليهم بقوله: ويقولون، يعني يقول هؤلاء المشركون، هؤلاء يعني هذه المعبودات من دون الله، سواء كانوا من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين أو من الأشجار أو الأحجار أو الأصنام، يقولون: نحن نعبدها بسؤالها والذل لها لتكون شفيعة وواسطة عند الله جل وعلا. فيقال لهم: الله مطلع عليكم، عالم بأحوالكم، فلا يحتاج إلى أن يخبره مخبر بأحوالكم. ثم هو فتح الباب لدعائه وسؤاله مباشرة، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن ثم هذا المقبور لم ينفع نفسه، فكيف ينفعك وكيف يشفع عندك وأنت لا تحتاج لي شفاعته؟ ثم: هل معك دليل يدل على ما جعلته شفيعا عند الله؟ فإن الله جل وعلا قال: لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ومن ثم فلا يصح لك أن تجعل لله شفيعا بدون دليل، ولذا قال: أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ فهو سبحانه لم يجعل له شفعاء يشفعون عنده إلا من رضي له مقالته يوم القيامة،
وجعل السؤال مباشرة له، وأمر بأن تكون العبادة له وحده جل وعلا. وبالتالي لا يحتاج إلى أشخاص تعبدونهم يوصلون مسائلكم لله تعالى. ومن هنا نزه الله نفسه فقال سبحانه، أي تنزه جل وعلا عن أن يكون له شفعاء لا يعلم بهم. فالله عالم بجميع ما في الكون وتعالى عما يشركون، أي ترفع عن طريقتهم في العبادة بصرفها لغير الله جل وعلا. وحينئذ ذكر الله جل وعلا أن الخلق من عهد آدم كانوا على طريقة واحدة، فكانوا مؤمنين موحدين واستمروا على ذلك مدة من الزمن. فقال وما كان الناس إلا أمة واحدة، يعني على التوحيد والإسلام والإيمان، ثم بعد ذلك اختلفوا فوجد منهم من يصرف العبادة لغير الله، ووجد منهم من يختار من الملل ما يخالف شرع الله عز وجل. وحينئذ بعث الله الأنبياء عليهم السلام كما ذكر الله جل وعلا في سورة البقرة، حيث ذكر جل وعلا أنه خلق الناس أمة واحدة، فقال وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، فجعل هذا الاختلاف سببا من أسباب بعث أنبياء الله عليهم السلام كما ذكر الله جل وعلا في كتابه، فقال كان الناس أمة واحدة، ففي الآية التي معنا في سورة يونس قال فاختلفوا، حينئذ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم بيّن جل وعلا أن له حكمة في تأخير العذاب عن المشركين المخالفين ليقيم الحجة عليهم، ولتقوم عبادات لعباده المؤمنين من الصبر ومن الجهاد ومن الدعوة إلى الله ومن مجادلة المخالفين، ليكون ذلك من أسباب حصولهم الأجر، حصولهم على الأجر والثواب. ومن هنا فلله حكمة في تأخير العذاب عن هؤلاء المخالفين. ولولا كلمة سبقت، أي لولا أن الله قد قدر تأخير عذاب هؤلاء المعرضين لا قضي بينهم، أي لأنزلنا عقوبة بالمخالفين لنهج الحق، وليكون هذا سببا من أسباب القضاء على الاختلاف الذي بينهم. وبعد ذلك طلبوا بشيء، قالوا أعطنا آية وعلامة تدل على صدقك، ونسوا أن الله قد أنزل عليهم الكتاب فيه البراهين، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وحينئذ أخبر الله في مواطن من كتابه
أن ما طالبوا به من الآيات ليس من أجل أن يسلموا إذا رأوها، وإنما طالبوا به على جهة التعنت والتعجيز، ولو جاءهم تحقيق ما طلبوه من الآيات لاستمروا في غيهم ولم ينقادوا لدين الله جل وعلا. ومن هنا قال تعالى: ويقولون، أي يطالب المشركون بإنزال علامة لولا أنزل عليه آية من ربه، أي لو كان صادقا لجاءته آية وعلامة ومعجزة تدل على صدقه وأنه مرسل من عند الله، هكذا يقولون. فهذا من ضعف عقولهم، لأنه قد جاء بالآية الكبرى وهي القرآن العظيم، وهناك آيات تابعة، ثم إن الإنسان ينبغي به أن يفكر في الدلائل والبراهين، فيكون هذا من أسباب انقياده لما فيها، لا أن يتعنت بطلب شيء من الآيات والمعجزات. ثم إن أمما عديدة في الأزمنة الماضية طالبوا بآيات ومعجزات فحقق الله مطلوبهم فلم ينقادوا للحق ولم يؤمنوا به، فكان هذا سببا في الإسراع بإنزال العقوبة عليهم. فرد الله جل وعلا على لسان نبيه فقال: قل إنما الغيب لله. فالإتيان بالمعجزات وعدم الإتيان بها هذا إلى الله وليس إلى النبي الكريم، ومهمة النبي الكريم تبليغ الرسالة، ولذا قال على جهة التهديد: فانتظروا، أي انتظروا عقوبة الله بكم، إني معكم من المنتظرين، انتظروا الفرج والنصر لنا ونزول العقوبة بكم. ثم قال: وإذا أذقنا الناس رحمة، أي إذا أعطيناهم شيئا يسيرا من خيرات الدنيا كصحة بعد مرض وغنى بعد فقر ورفعة بعد ضعف ومكانة ومنزلة وولاية ومسؤولية، فإذا أعطيناهم الشيء اليسير بمثابة الذوق للرحمة من عند رب العزة والجلال، مع كونهم قبل هذه الرحمة كانوا في حال شديد وبأسا وجوع وكانوا يتضرعون إلى الله جل وعلا، إلا أنهم لما زالت عنهم تلك الحال البئيسة وأصبحوا يتقلبون في النعم، ما كان منهم إلا أن بدأوا يمكرون ويخططون بالخطط السرية لمحاربة دين الله ومحاربة عباد الله. ولذا قال: إذا لهم مكر في آياتنا، والمكر هو التدابير الخفية، فتجدهم يجتمعون: ماذا نقول في القرآن؟ أحدهم يقول هو سحر، والثاني يقول هو كذب، والثالث يقول هو شعر، إلى غير مقالاتهم التي يحاولون بها تشويه دعوة الحق ورد الخلق عن الاستجابة لها. فإذا لهم مكر في آياتنا، تدابير خفية لإبطالها، فقال الله تعالى: قل الله أسرع مكرا، فإن لله من التدابير الخفية أعظم من تدابير هؤلاء المعرضين، وكم من حوادث كبيرة غيرها الله بأسباب قليلة يسيرة، وشواهد هذا على مدار التاريخ كثيرة كبيرة.
على مستوى الفرد في نفسه وعلى مستوى الجماعات حتى على مستوى العالم أجمع. ولذا قال: قل الله أسرع مكرا. صحيح أنتم تمكرون ولكن الله يمكر، ومكر الله أسرع، وبالتالي ستكون الدوائر عليكم. ولذا قال: إن رسلنا، يعني الملائكة الموكلين بتسجيل أعمال بني آدم، يكتبون أي في الصحف التي معهم ما يمكر به هؤلاء الناس من المشركين. وبالتالي نعلم أن العبد لا يأمن من مكر الله جل وعلا. ففي هذه الآيات مشروعية تلاوة القرآن وأنه من القربات، بل فيه استحباب تلاوة القرآن على الكافرين والمعرضين، فإنه قال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. وفي هذا دلالة على جواز إيصال ترجمات معاني القرآن إلى المخالفين. وفي الآيات وجوب الإيمان باليوم الآخر والاستعداد له، وفيها دلالة على إثبات رؤية المؤمنين لرب العزة والجلال لقوله: لا يرجون لقاءنا. وفي هذه الآيات أن الكافرين من تعنتهم وعنادهم يطالبون بطلبات غير معقولة ولا ثمرة لها، ومن ذلك إبدال هذا الكتاب. وفي هذه الآيات عظم القرآن العظيم ورفعة درجته وما جعله الله فيه من الآيات البينات. وفي هذه الآيات تحريم تبديل شرع الله بتحليل الحرام أو تحريم الحلال، وأن ذلك من الشنائع. وفي هذه الآيات أن العباد من الأنبياء والعلماء والدعاة لا يجوز لهم أن يغيروا شيئا من أحكام شرع رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات وجوب اتباع الوحي في الكتاب والسنة والعمل بما فيهما والتحاكم إليهما وتحكيمهما. وفي هذه الآيات من الفوائد تحذير الإنسان من المعصية، فإن المعصية الواحدة لا تستهين بها، فقد يترتب عليها من العقوبات الشيء الكثير. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد التذكير ببشرية النبي صلى الله عليه وسلم مع نبوته، وفيه أنه لم يكن ليبلغ شيئا على أنه من القرآن وهو ليس من كلام رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات الاستدلال بواقع الإنسان السابق على معرفة حاله الحاضر. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الله جل وعلا بفضله وإحسانه أنزل هذه الشريعة، وهذه نعمة كبرى، ويخشع الإنسان من أن يطمس على قلبه فلا يسير على مقتضاها. وفي هذه الآيات التذكير بصدق الإنسان فيما مضى
وفيها أيضا صبر الإنسان ومعرفة قدراته ومهاراته من أجل أن يحكم عليه بما يتناسب ذلك، سواء في أمور مستقبلية أو ما يتعلق بأمور سابقة. وفي هذه الآيات من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا في آخر عمره، وفيها دلالة على أنه لن يصل عمره بعد النبوة ما يماثل عمره قبل النبوة، فقد كان قبل النبوة عاش كم؟ 40 سنة، وبعد النبوة 23 سنة. وفي هذه الآيات تحريم الكذب على الله، تشديد الأمر في ذلك، تحريم تكذيب الإنسان بآيات الله جل وعلا. وفيه أن هذا الكذب من الإجرام الذي يجب على الإنسان أن ينتهي عنه وأن يتوب منه. وفي هذه الآيات استمرار المشركين على عبادتهم لمعبوداتهم من دون الله، مع أن العقل يقتضي عدم عبادتها، إذ إنها لا تنفع نفسها فضلاً عن أن تنفع غيرها، ولا تدفع الضر عن نفسها فضلاً عن أن تفعله مع غيرها. وفي هذه الآيات أنه لا يصح لنا أن نثبت لأحد مقام الشفاعة إلا بناء على دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات التحذير من القول على الله بلا علم، ومن ذلك نسبة الأخ أو الولد له جل وعلا. وفي هذه الآيات بيان أن الله يجزم والموحدون يجزمون بأنه لا يوجد من يستحق العبادة غير الله، ولا من يكون شريكا له جل وعلا. وفي هذه الآيات الترغيب في الاجتماع والتآلف والنهي عن التفرق والاختلاف، وفيها أمر الناس بأن تتحد فتواهم. وفي هذه الآيات اطلاع الله جل وعلا على الغيب، فإنه لا يخفى عليه شيء، يعلم جميع ما في الكون ويسمع جميع الأصوات فيه. وفي هذه الآيات انتظار المؤمنين للفرج من عند الله وحسن العاقبة منه جل وعلا. وفي هذه الآيات أن الله يبتلي بالنعماء كما يبتلي بالضراء والمصائب، لينظر ما مدى استجابة الإنسان في حال الشكر أو في حال السراء وحال الضراء. وفي هذه الآيات جواز نقل الفتوى، جواز نقل الفتوى. وفيها من الآيات أن المشركين يمكرون بآيات الله جل وعلا فيعود مكرهم عليهم. وفي هذه الآيات أن تدابير الله الخفية ولطائفه غير الظاهرة لها من الأثر في العباد الشيء الكثير. وفي هذه الآيات أن جميع أعمال بني آدم محصاة مسجلة، وقد وكل الله ملكين بتسجيل أعمال الإنسان. فهذه آيات عظيمات فيها
بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة في حياته كلها، في قراءته لكتاب الله جل وعلا. أسأل الله أن يوفقكم لكل خير وأن يهديكم بهداية من عنده، كما أسأله جل وعلا أن يجعلكم متمسكين بالوحي عاملين بالسنة، وأسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يرغد لهم العيش في ديارهم وأن يمكنهم من قضاء حوائجهم، كما نسأله سبحانه أن يقف مع ولاة أمور المسلمين مؤيداً على الخير وناصراً فيه. وأسأله جل وعلا لولاة أمرنا توفيقاً وهدايةً وصلاحاً. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.